كان هدفهم إعادة الأمن إلى مدينة مضطربة، ولكن الأمور ساءت قبل أن تعود وتتحسن. في العاشر من كانون الثاني يناير لعام 1995، في مطعم للطعام الجاهز شمالي غربي واشنطن دي سي، توقف الشرطي فانس وارن ليتناول الطعام أثناء عمله بدوام جزئي كحارس خاص. فقد أصبح كثيرون من التجار يطلبون رجال الشرطة ليعملوا لديهم بدوام جزئي لحماية مؤسساتهم. هكذا كان يشعر الجميع بالأمن، الزبائن والموظفون على السواء. لم يرى أحد في الداخل شخصا يدخل متخفيا. مست رصاصتان رقبة الشرطي من الخلف، فحدق في الظلام بحثا عن مطلق النار، ثم اتصل لطلب المساعدة. لم يميز مصدر الطلقات، ولئن كان المسلح ينتظر ليطلق النار ثانية. أسرعت الشرطة إلى هناك، ولكن لم يرى أحد المسلح. لم تكن هناك محاولة سرقة، بدا وكأن هدفه الأوحد كان قتل الشرطي. من روايات شهود العيان افترضت الشرطة أن مطلق النار تصرف من تلقاء نفسه. عثرت الشرطة على جزء من الرصاصتين داخل المطعم، ولكنهم لم يجدوا عبوتي الرصاصتين الفارغتين. بقي الشرطي فانس وارن على قيد الحياة مصابا بجروح طفيفة، ولكن آخرون لم تكتب لهم الحياة. منذ أقل من شهرين، في 22 من تشرين الثاني نوفمبر، دخل أحد أفراد عصابة إلى مركز شرطة كولومبيا حاملا مسدسا، وابتدأ يطلق النار. في لحظة مات شرطي وتحريان فيدراليان، وجرح شرطي رابع جروحا بليغة. وعندما عجز القاتل عن الإفلات، وجه المسدس إلى صدره. كانت الشرطة عاجزة، ولكنها اشتبهت في أن تكون للحديثتين علاقة إحداهما بالأخرى، على الرغم من غياب دليل يربط بين الاعتداء على الشرطي وارن وعلى مركز الشرطة. في 17 من كانون الثاني يناير، على مسافة قليلة من البيت الأبيض، كان الشرطي أريك هايز يقوم بدورية. توقفت سيارة أجرة في الجهة المقابلة من الطريق بشكل مخالف للقانون. وفيما كان الشرطي يستعد ليحرر مخالفة بحقها، اقترب منه رجل. أطلق على الشرطي 4 طلقات عن قرب، فجرح هايز في صدره ورجليه وحوضه، وسقط على الأرض. شهد سائق سيارة الأجرة ما حدث، وأخبر الشرطة بما رأى. فيما فر مطلق النار، التف سائق سيارة الأجرة حول المبنى. أثناء فراره، نزع المسلح قناعه وسترته ليحاول أن يغير مظهره. عندما وصل السائق إلى زاوية المبنى التالي، رأى المسلح يخرج. بلغ السائق الشرطي بأن مطلق النار يناديه، من دون أن يعلم أن السائق شهد إطلاق النار وتبعه. دخل المعتدي إلى السيارة، أطفأ السائق جهاز اللاسلكي بحذر بعدما بلغ الشرطة. صدر أمر بملاحقة سيارة الأجرة رقم 440. حاول السائق أن يحافظ على هدوئه على أمل أن تعثر الشرطة على سيارته. في غضون دقائق عثرت الشرطة على السيارة، فأمره المسلح بالتوجه إلى عنوان آخر. فجأة داس السائق بقوة على الفرامل،
رمى المعتدي بسلاحه وفر. لم يتمكن رجلا الشرطة من القبض عليه، ثم وصلت الشرطة لجمع الأدلة. فتشوا مسرح الجريمة بدقة، وقبل جمع أي أدلة مادية صوروا المنطقة كلها، وقد عثروا في الزقاق على الملابس التي خلعها المعتدي بما فيها قناع التزلج الأسود، على أمل أن يكشف لهم تحليل المختبر مزيدا من الأدلة التي يمكن أن تقودهم إلى مطلق النار. أرسلت الملابس من آخر موقع حدث فيه إطلاق النار إلى وحدة فحص الشعر والأنسجة. تعمل هذه الوحدة على 2500 قضية على مدار السنة من كل أنحاء البلاد. وقد منحت قضية إطلاق النار على شرطي دي سي الأولوية. بعدما نظفت الملابس فوق قطعة نظيفة من الورق الأبيض، فتش العاملون سطحها بكل اعتناء. عثر أحد المراقبين على شعرة واحدة سقطت من قناع التزلج، وعند ظهور أي مشتبه كان يمكن مقارنة شعره بهذه الشعرة. هذا الإجراء هو أمر حيوي لنجاح المحاكمة. أرسلت عينة من الرصاصة مع بقايا الطلقات إلى المحلل ليدقق فيها تحت عدسة مجهره، فتبين التطابق بينها، وهذا أكد أن هذا المسدس هو الذي استخدم في آخر حادثتين لإطلاق النار. وهكذا عرف المحققون أنهم يبحثون عن رجل واحد. للقبض على المتهم اتصلت الـ FBI وشرطة المدينة بالشاهد الوحيد سائق سيارة الأجرة، وطلب منه أن يصف المعتدي كي يرسمه رسام الشرطة. وصف السائق رجلا أفريقيا أمريكيا معتدل القسمات ومربع الفك، وأبرز ما في وجهه كان أنه يضع أداة لتقويم الأسنان. اتصل المحققون بأطباء الأسنان واختصاصيي تقويم الأسنان في المنطقة ليروا إن كان الشخص في الصورة أحد مرضاه. ووزعت أيضا الصورة على محطات التلفزة والصحف والمؤسسات المحلية، وقدمت مكافأة حفازة المئات إلى الاتصال. في 26 من نيسان أبريل استخدم الشرطي جون نوفابيلسكي من شرطة مقاطعة برنس جورج في ماريلاند لحراسة متجر في بلدة لاندوفر المجاورة إحدى ضواحي كولومبيا. اقترب منه رجل مقنع وأطلق عليه النار من مسافة قريبة مفرغا 16 رصاصة، فمات الشرطي على الفور. ثم استولى على المسدس من عيار 9 مليمترات الذي كان بحوزة الشرطي الميت. كان أحد الشهود في الجوار وسمع إطلاق النار فطلب النجدة، لكن النجدة وصلت متأخرة، فقد مات الشرطي نوفابيلسكي على الفور. طوقت شرطة ماريلاند المنطقة واستجوبت الشاهد. لم يكن هناك دافع حسب الظاهر ولا أي تحذير، والضحية كانت شرطية. بدأ أن القضية مشابهة لحادثتي إطلاق النار في واشنطن. كانت أوجه الشبه كثيرة بين مصرع الشرطي جون نوفابيلسكي وجرح الشرطيين هنا في واشنطن دي سي. فالمجرم اقترب من شرطي جالس ومن دون أن يستفز أطلق النار على ذلك الشرطي. مرت 5 أشهر على إطلاق النار على الشرطي الأول، ولم يكن المحققون قد توصلوا بعد إلى اكتشاف المتهم الذي أصبح الآن مطلوبا لجريمة قتل. فتشت شرطة واشنطن والأف بي آي الطرقات بحثا عن المعتدي الذي جرح الشرطيين. وخلال مطاردتهم المجرم اعتقلت شرطة ماريلاند شخصا بتهمة قتل زميلهم. لم تكن هناك أدلة تربط مشتبه ماريلاند بحادثتي دي سي،
وكان التحري جي أبوت يعتقد أن المعتدي في دي سي كان لا يزال حرا. شعرنا بأن هذا الشخص سيحاول على الأرجح أن يقتل شرطيا آخر في واشنطن، وهذا جعلنا نقف لنواجه بقلق عجزنا عن العثور على أي دليل يقودنا إلى المجرم. في 18 من أيار مايو عام 1995، فيما كان المحققون يتابعون بحثهم في واشنطن، وصلت شابة من ماريلاند إلى ضواحي مقاطعة برنس جورج. كانت الكدمات تغطي جسم نادين كراي التي تعرضت لضرب مبرح، واعترفت أن أحدهم يدعى رالف ماكلين ضربها. وصلت نادين بصحبة رفيقة تدعمها وراحت تصف اعتداءات رالف ماكلين العنيفة عليها. يتذكر تحري بامل خطورة الوضع. حاول ماكلين أن يقتل ماكراي ليلة 17، ولهذا السبب أتت إلى الشرطة في 18. لقد ضربها حتى فقدت الوعي، ثم حقنها بالمخدرات. أصدرت في برنس جورج مذكرة توقيف تتهم ماكلين بمحاولة القتل، وطلب مركز الشرطة من نادين إجراء فحص طبي شامل. وفيما كانت الفتاتان تخرجان، توسلت صديقة نادين إليها أن تخبر الشرطة لماذا ضربها ماكلين حتى كاد يميتها، فترددت نادين. كانت تخشى ما يمكن أن يفعله ماكلين إذا قالت المزيد، وبعد تردد أخبرت الشرطة ما تعرفه. ليلة ظهور رسم المتهم في الأخبار على التلفاز قبل 3 أشهر، فوجئت لرؤية ماكلين ينزع أداة تقويم الأسنان عن أسنانه. عندما بدأت تطرح عليه الأسئلة، صاح ماكلين في وجهها أن تهتم بشؤونها الخاصة. وبحسب نادين، لم يكن رالف ماكلين مسؤولا فقط عن إطلاق النار في واشنطن، ولكنه قتل شرطيا. في غرفة الجلوس اكتشف قناع أسود للتزلج كالذي وجد حيث حدث إطلاق النار. وقد اكتشفوا أيضا رصاصات من عيار 9 مليمترات من النوع نفسه الذي استعمل لقتل شرطي ماريلاند. ووجدوا أيضا في الخزانة المزيد من الذخائر، إنما هذه المرة لسلاح من عيار 32. هذا مهم جدا بالنسبة إلينا، لأن من أطلق النار على الشرطيين إريك هايز وفان سوورن استعمل مسدسا من عيار 32، كما وجدوا كتيبا لسلاح ماك 11، هذا إضافة إلى ما وجد في غرفته من الكتابات المناوئة للشرطة. بحثت الشرطة أيضا عن شعر لمقارنته بالشعرة التي وجدت من قبل، وأخذ الفريق عينات من فراش الشعر ومن السرير وحتى من المغسلة في الحمام. إذا طابق الشعر من شقة ماكلين الشعرة التي أخذت من ساحة الجريمة، يكون التحريون قد حصلوا على دليل مادي ضد المتهم الفار. حمل رجال التحري صورة المتهم وطلبوا من سائق سيارة الأجرة أن ينظر إلى مجموعة من الصور ليروا إن كان سيشير إلى أن ماكلين هو الرجل الذي أطلق النار على الشرطي هايز. وكان التحري لورين ليدمون من شرطة المدينة حاضرا. كان سائق سيارة الأجرة يقول دائما: لو أنكم ترونني صورة له لتعرفت إليه، وكان يقول ذلك بأسلوب حماسي جدا. سلم المحققون الصورة تلو الأخرى للشاهد، فنظر إلى كل منها باعتناء. وعندما أعطوه الصورة الرابعة، عاد الحادث المرعب بكل تفاصيله إلى ذاكرته، فراح يحدق بوجه رالف ماكلين.
كان يتحدث مع الصورة وكأن ماكلين موجود هناك. لم أرى قط طريقة أفضل للتعرف إلى المجرم، أعني لقد كان يصيح في الصورة. كان لدى المحققين شاهدان يشيران إلى أن رالف ماكلين هو قاتل الشرطة. والعلم سيصبح شاهدهم الثالث. في مختبرات الاف بي اي طابق العاملون بين عينات الشعر المأخوذة من شقة ماكلين والشعرة التي عثر عليها حيث اطلقت النار على الشرطي هيس. كانت تلك اهم معلومة للتمكن من اصدار مذكرة اعتقال بحق رالف ماكلين. كنا قد اصبحنا انذاك مزودين بادلة مهمة جدا. كان لدينا اعتراف المرأة والشعرات، وبعد ذلك حصلنا على شهادة خطية تحمل توقيع قاضي المحكمة العليا، وذلك في منتصف الليل. ولكن كان يجب أولا أن يجدوا ماكلين. بحث المحققون في كل الأماكن التي يرتادها، وبدا أن قاتل الشرطة المشتبه به قد فر، ولم يكن لديهم أي فكرة عن مكان وجوده. كان ماكلين مطلوبا بتهمة إطلاق النار على 3 من رجال الشرطة في واشنطن دي سي وجوارها، وأحدهم قتل. انقضى شهر على آخر إطلاق نار ولم يكن المحققون يملكون أدلة تشير إلى مكان وجوده. قصدوا نادين طلبا للمساعدة، وكانت تحت مراقبة الشرطة باستمرار لأن ماكلين حاول أن يقتلها. اتصلت نادين بهاتف ماكلين الخلوي. لم يكن يعلم أن المحققين يصغون إليه. خلال المحادثة تمكن التحري جي أبوت وفريقه من اقتفاء أثر ماكلين. تمكنا من تحديد موقعه في مكان ما من فريدريكسبرغ بفيرجينيا، وكنا على وشك القبض عليه آنذاك، ولكنه تمكن للأسف من الإفلات من قبضتنا. واستمر الاتصال خلال اليومين التاليين، وعلمت السلطات أنه منطلق جنوبا إلى فلوريدا، لكنه لم يحدد موقعه لنادين. وكان المحققون يتساءلون إن كان قد عرف أن صديقته تتعاون مع الشرطة. قالت إنه يستمع إلى الأخبار دائما في تلفزيون متنقل، وإن كانوا سيقبضون عليه فعليهم أن يفاجئوه ولا يبوحوا باسمه إلى وسائل الإعلام، ولذا كان عليهم ألا يدرجوا مذكرة التوقيع. لجأ المحققون من جديد إلى مساعدة نادين. طلبوا منها أن تعد بأنها ستصالح ماكلين إذا عاد إليها. قال ماكلين إنه يهتم للأمر، لكنه لم يتفق معها أين وكيف يمكنهما أن يلتقيا من جديد. لكن المحققين شعروا بأنهم سيفقدون عنصر المفاجأة. كنا نريد أن نفاجئه، ولكننا فقدنا عنصر المفاجأة. فقد اكتشفت وسائل الإعلام المسألة، فبث اسمه وصورته، وهذا الأمر أزعجنا كثيرا، لأننا أجبرنا على التعامل معه على أساس آخر. كانوا يأملون ألا يكون شاهد الأخبار. وفي نهاية الأسبوع الذي صادف فيه الاحتفال بشهداء الجيش، اتصل ماكلين بنادين، فقد كان مستعدا للقائها. بحسب توجيهات الاف بي اي، اقترحت نادين أن تلتقيه في مركز كبير للتسوق في فيرجينيا الشمالية، حيث يمكن مراقبته بسهولة. وافق ماكلين على الموقع. نقلت المعلومات إلى واشنطن، وأبلغ التحري آل باكلي المسؤول عن خطة توقيفه، فاتصل بفريق سوات التابع للأف بي آي الذي كان ينتظر تلك اللحظة منذ أيام عدة. شرط المعلومات إلى الفريق الميداني. وصل الخبر إلى باكلي. لقد غير ماكلين موقع المقابلة، فقد أراد أن يلتقي بنادين في ماريلاند على بعد نحو 25 ميلا من حيث كان فريق سوات مجتمعا. سبب هذا التغيير الفجائي بعض الاضطراب،
فقد أوحى أنه كان على علم بالمكيدة. كان قاتل الشرطة المطلوب من العدالة رالف ماكلين في طريقه إلى جرين بيلت ماريلاند ليقابل نادين. سارع فريق سوات التابع للأف بي آي إلى هناك للقائه، وبسبب تغييره مكان لقائهما من تايسونز كورنر في فيرجينيا، ارتاب المحققون في أن يكون ذلك الفار المسلح قد علم بأن نادين تتعاون مع السلطات، فملأ القلق نفس التحري جاي أبوت. بدأنا نشعر بأنه يرتاب فيما يحدث، ولهذا السبب كان الشعور بالإلحاح يتصاعد أكثر فأكثر. لم نكن واثقين من أنه سيذهب إلى أي مكان ليلتقي نادين. ربما شعر بأن مكيدة مجاور. كان الفريق مستاء للغاية من الطريقة البشعة التي قتل بها بيلي كريستيان، لكنهم تجلدوا ليتابعوا البحث عن القاتل، وقد أقسموا على القبض على قاتل الشرطة هذا قبل أن يقتل أحدا من جديد. كان الغضب يطغى علي تلك الليلة، كما أني شعرت بالإحباط عندما فكرت بأننا سنعود إلى البيت جميعا في تلك الليلة، أما بيلي فكان سيبقى هنا. فيما تابع باكلي وآبوت مطاردة المجرم الفار عبر الغابة، تلقى التحري ليدمون اتصالا من المحققين في مرآب البلازا. كان ماكلين قد هرب واختبأ خلف المتجر، وعبر الدرج الكبير المؤدي إلى الجهة الخلفية للمتجر وصل إلى حيث كانت ثلاث مقطورات متوقفة، فاختبأ خلفها. فتح ماكلين النار على رجال الشرطة الذين كانوا يلاحقونه، فانبطحوا أرضا وأطلقوا النار بالمقابل. عندما خرج آبوت وباكلي من الغابة، رأياه يطلق النار على الشرطة. فشهرا مسدسيهما وانضما إلى المعركة. كان ماكلين مختبئا ومسلحا جيدا، وكان رجال الشرطة في مأزق، فلم يكن أحد يعرف كيف السبيل إلى اعتقاله دون خسارة حياة أخرى. وصل جيري بارل أحد أفراد فريق سوات التابع للأف بي آي إلى هناك، وصوب باتجاه ماكلين. ورد بامل بالمثل وأصيب ماكلين. تابع رجال الشرطة والاف بي اي اطلاق النار، فأطلق ماكلين رصاصة اخرى، ثم حدث صمت. انتظرت لحظة، ثم سمعت احدا يصرخ وكأنه يقول: لقد مات، لقد مات. تردد بامل قبل أن يقترب من حيث كان ماكلين ليتأكد من أن تلك لم تكن خدعة أخرى، فيما بقيت الشرطة ورجال الاف بي اي في المرآب ومسدساتهم جاهزة. اقترب بامل من الجسم الممدد دون حراك، واقترب آخر أيضا من الجهة المقابلة، وفيما هما يقتربان صاح من الظلام شرطي لاحظ أحدا يتحرك، وكان على وشك أن يطلق رصاصتين أخريين على ماكلين. عندما صاح صرخت على الفور: لا تطلق النار، لا تطلق النار، لأنني كنت أعرف صعوبة موقفنا، فقد كنا عالقين بين نارين. انتهى الأمر. لقد انتحر ماكلين بمسدس المليمترات التسعة، المسدس نفسه الذي قتل به الشرطي نوفابيلسكي قبل شهر. كان قاتل الشرطة ميتا، ولكن الثمن كان باهظا. كان لهذا الشخص هدف واحد فقط، وهو أن يقتل رجال الشرطة، ولست أعرف لماذا،
ولكن يظهر أن هذا ما قرر أن يفعله في هذه الفترة من حياته أيا كان السبب.